قسنطينة، حيث سيكون إذن الفندق التابع للسلسلة العالمية ماريوت الجاري بناؤه بقسنطينة جاهزا لاستقبال تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية بعد أيام، حيث تمكنت الشركة والمؤسسة المكلفة بإنجازه في وقت لا يتعدى 14 شهرا. مزيد من التفاصيل مع عبد الجليل الحنديس وهشام طلبي. فندق الماريوت بقسنطينة يتجسد ميدانيا وفي ظرف قياسي لا يتعدى 14 شهرا، تحفة معمارية فريدة من نوعها. تمكنت الشركة الصينية المكلفة بإنجازه إلى تحويل هضبة كانت مهملة إلى صرح معماري سيستقطب مئات الزوار خلال تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. فندق ماريوت قسنطينة يعتبر إنجاز عالمي من ناحية الخبرات التي وضعت فيه على صعيد البناء، على صعيد التكنولوجيا، أحدث معدات وآخر تطورات في مجال العلم، يعني شيء لا يوصف. تجهيزات متقدمة جدا جدا في مجال الغرف وفي مجال الفنادق، يعني زرت أكثر من مكان وأكثر من أوتيل، فلقيت أنسب مكان وأفضل مكان في تجهيزات هذا المكان اللي أنا بشتغل فيه حاليا. فندق الماريوت يحتوي على 180 غرفة و21 جناح، من بينهم جناح رئاسي والذي تمكن تلفزيون النهار من دخوله حصريا. هذا وسيكون والفندق التابع للسلسلة العالمية ماريوت جاهزا لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015 ابتداء من ليلة 15 أفريل. ذات هائلة جدا من ماتيريا، من بيدينج، من باثروم، من تجهيزات، يعني شيء لا يوصف. تجهيزات متقدمة جدا جدا في مجال الغرف وفي مجال الفنادق، يعني زرت أكثر من مكان وأكثر من أوتيل، فلقيت أنسب مكان وأفضل مكان في تجهيزات هذا المكان اللي أنا بشتغل فيه حاليا. الانتهاء من إنجاز فندق الماريوت في هذا الوقت بالذات وفشل بعض المقاولات في إتمام أشغال طلاء وترميم بعض العمارات سيفتح النار على دور السلطات المحلية لقسنطينة ووزارة الثقافة.